السلام عليكم. اليوم في مطبخ امي ان شاء الله راح ندير لكم خبيزات بالروز والسلق، يعني وصفه ولا اربع. واش راح نحتاجو؟ ندير شويه تاع الماء يسخن، ونحتاج هذا الروز، هذا اللي حبته صغيره بيضه، هذا اللي يتعجن، هذا يعني هذا نعرفوه كامل، هذا هو اللي راح نستعمله. انا راح نستعمل كاس الا ربع، مش راح نستعمل كميه كبيره، ونديرها طيب في الماء. اذا هنا هذاك الروز اللي درتو في الماء يغلي، نخلو حتى ينشف تماما، شوفوا كيفاش تعجل لنا، ونبقى ندور بالملعقه، وما درتلوش الملح يعني، حتى ينشف كامل هذاك الماء، ونحسوا بلي هذاك الرز يعني تعجل لنا كما رانا نشوفوا. شوفوا كيفاش ولا لنا. اذا هنا نطفي عليه ونخلوه يبرد. اذا هنا ها هو هذاك الرز اللي طيبته. هنا عندي حوالي 2 جرطات تاع السلق، غليتهم في الماء وعصرتهم مليح من هذاك الماء، صفيتهم وعصرتهم. نحتاجو فص تاع الثوم، شويه تاع الفرماج يكون طري، الكميه حسب الرغبه اللي حبيتيها، مغرف كبيره تاع الفارينه، ملح وفلفل الكحل، وفص تاع. اذا ندير هذاك الروز تاعنا، يعني لازم يكون معجن هذاك الروز. بهذه الطريقه نزيدلو هذاك السلق، هذاك بسم الله. عندي هذاك الفرماج طري، كيف تجيب هذاك الفص تاع الثوم، فص فقط ما نكتروش بزاف، ندلو شويه تاع الفلفل الاسود، وكميه تاع الملح نملحو، لانه السلق ما فيهش الملح، الرز ما فيهش الملح. ونخلط المقادير كلها مع بعض حتى تنسجم مليح. كما رانا نشوفوا بهذه الطريقة نخلطهم مليح. نزيد لهم مغرف كبيرة تاع الفارينة، نعمرها مليح هذيك المغرف، يعني حسب الكمية تاع الرز تاعنا. هذاك الفاينه واش العمل تاعها؟ انها تشرب لنا هذاك يعني الرطوبه اللي تكون عندنا. بهذه الطريقه كما نشوفوا. اذا ونخلي الخليط تاعي حتى يبرد تماما واحد الساعه، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا بعد خليت هذاك الرز برد لنا مع السلق، يعني ناخذ كميه بالملعقه بهذه الطريقه، نديرها في الفارينة وندير عليها الفارينة بهذه الطريقة، ونشكلها على شكل خبيزات. وهذاك الزيادة تاع الفارينة دائما نجربو كيفاش نحو هذاك الزايد تاع الفارينة، يعني طريقة سهلة. نزيد لكم وحدة، اذا نرفدو بالملعقة. معليش حنا دائما نحبو يعني المبتدئات هكذا نمرو لهم يعني الطرق السهلة، باش ما تجيهمش الكوزينة صعيبة. اذا نسقموها خبيزات ونقلوهم في الزيت تكون سخونة، راح نكمل انا الخبيزات تاوعي. اذا هنا درت الخبيزات تاوعي تقلاو، نقلبهم على الجهة الاخرى ياخذون لون ذهبي. بهذه الطريقة كيما رانا نشوفو، اذا راح نكمل نقلي كامل الحبيبات تاوعي، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله في طبق التقديم. اذا ها هما خبيزات تاوعي السلق بالروز، يعني قدمتهم مع طوماطيش قطعتها، دوزنتها بزيت الزيتون والملح وشويه خل، مع شويه تاع الحار وشويه تاع الزيتون. والله ما شاء الله هاد الخبيزات هادوما، نتمنى انكم تجربوهم، يعني تعتبر كمقبله. هذه ها هي امامنا، راح نقسمكم حبيبه باش تشوفوها كيفاش تجينا من الداخل. بسم الله، يعني اللي يحبوا الرز راح تعجبهم بزاف هذه الوصفه، لانهم ما يجوش ناشفين ويجوا بنان. ونتمنى انها تكون عجبتكم، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه تصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.